حبيت ممثلة أو فنانة ورفضتك وكان أكو سد عاطفي بيناتكم في مرحلة ما؟ نعم هي حبيتها فنانة موجودة، بس تقولي لي من هي؟ ما أقول لك فنانة موجودة على قيد الحياة ما زالت ومتألقة دائما. يعني الحب شيء جميل على من طرف واحد، كان على أن أكون صادق، ما يعني ما صار لقاء، ما صار مفاتحة بالحب، ما صار فرصة أنه تحكي لها وتعبر لها. لا الخطوة رأسا، يعني رأسا قفزت للباب. رحت خطبت. رأسا خطبت. هيك واثق من نفسك؟ اي لكن جتني تحب نفسك هواي؟ جتني الصدمة، أحب نفسي إذا كنت أستطيع أن أقدم ما بنفسي للناس. أحب نفسي مو غرور. بس مو غرور. مو غرور لا. وجاك الرفض؟ جاني الرفض، والرفض شنو كان؟ شنو كان؟ اللي شنو سببه؟ سبب لي عقدة. إيه؟ إنه بابا تشت الزوجين هذا، ما عنده شهادة. شفت شلون؟ هذا جرح آخر. ما عندي شهادة. حاولت مرة ثانية؟ حاولت لا 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 خلاص أنا أطرق الباب مرة واحدة. وإذا نسد بوجهك؟ أروح على باب أخرى. بعدك تحبه؟ مو على مستوى العاطفة، على مستوى العمل. أما الآن لا بعد ماكو ولا باب. بس باب الله. ونعم بالله. باب الله دائما نطرقها والله سبحانه وتعالى مستجيب. يفتح لك ألف باب. بكل طرقة نعم. بعدك تحبها؟ تحس نفسك بعدك تحبها لو تحس انه هذيك مرحله يعني لا جفيلق من الحب جت زوجتي وجت رضاب ونبض وعذوبه ومحمد واحمد وعلي الله يحفظهم ولا كلهم عوضوا عني الله يحفظهم ولا يحفظهم ولا يتعوض ورا الاولاد شنو صار هاي اول مره خمس ثلاث بنات وبعدين ثلاث ولد وهسه اكو احفاد هسه ما ادري والله لازم نرجع من البيت اتاكد طبعا عندي احفاد كثير يعني من الكبيره عندي بنات اثنين عندي ماسه وملاك الله يحفظهم من الوسطانيه عدا خمسه من الاصغر عدا اثنين قد يحبون جدهم واني يعني انزل مستواهم باللعب هاي لانه كنت فاقد هذا الحنان الله يعني فاقد انه يجون يلعبوني ويشيلوني فتحبهم بمبالغه لا هو هذا حتى تعوضهم اللي انت خسرته لا حب فطري هو ما مفروض علي انا امثل دور الجد واحبهم هو فشي بالداخل يعني من اجي من برا هاي ماسه تتلقاني نروح للاسواق هاي دائما فاقول لها ايه رغم تعبي اقول لها ايه اخذها للاسواق اشتري لها هذا مو فريضه دا اديها لا شيء بالقلب هو القلب يدفعني ان اروح